تنظم في دبي أكبر منصة للأزياء في منطقة الشرق الأوسط باسم فاشن فورورد، ويتوقع المنظمون بأن تتطور المنصة لتكون أبرز وأقوى حركة للأزياء في المنطقة، وستساعد في نمو صناعتها وبناء مواهب جديدة. يتضمن الحدث مشاركة عدد من مصممي الأزياء العالميين، إضافة إلى جلسات نقاش بشأن صناعة الأزياء بكافة أنواعها. ينضم إلينا من دبي مدير العمليات لفاشن فورورد دبي رمزي نكد. أهلا بك أستاذ رمزي معنا في سكاي نيوز عربية. كيف بدأت الفكرة، يعني عندما نتحدث عن أن دبي ستتحول إلى ربما المطبخ أو المركز، هل نتحدث عنه في المنطقة أم نتحدث في العالم أستاذ رمزي؟ صباح الخير. فاشن فورورد هو منصة محلية بس بهدف عالمي. حبينا نبرز فيها أهم المواهب الموجودة بالشرق الأوسط. عادة جيل عم نحس الجيل الصاعد عنده شوي بالضياع بسبب المشاكل اللي عم بيواجهها المنطقة، فحبينا من خلال دبي ومن خلال فاشن فورورد أنه نعطيهم هذا الأمل وهالمنصة ليقدروا يفرجوا مواهبهم لجمهور محلي وإقليمي وعالمي. عم بتشارك، عم يعني في إقبال، عم تشوف مشاركة؟ هل فتح هذا الباب بالفعل يعني حقق أحلام كثيرين أستاذ رمزي؟ طبعا، يعني أول موسم وقت بلشنا فيه كان المشاركة، يعني كان عندنا 14 مشارك مصمم. حاليا عم نلاقي في ناس عم بتقدم، مصممين عم بتقدموا علينا بالميات، وكل فصل عم نتعرف على مواهب جديدة عم تبرز جديد، إن كان ناس مخرجين جديد أو صار لهم بالمصلحة سنتين ثلاثة وما وصل لنا الفرصة. وبالقبل كان الفرصة الوحيدة هي يا ينقلوا على يا باريس يا أمريكا، فحبينا بدل ما نخسر كل هالمواهب لهالدول إنه نأسس هالمنصة لنقدر نخليهم بالمنطقة. طب أستاذ رمزي، ما هي المعايير التي تختارون بحسبها يعني المواهب كما تقول؟ نعم، أول شيء لازم يكون المصمم من أصل عربي أو مؤسس شركته بدولة عربية. وثانيا هو لازم يكون بالمصلحة من حوالي شي سنتين ثلاثة، وعنده مستوى معين إن كان بالتقنية أو بالديزاين أو بنوعية التصاميم ليقدر يشارك. وفي نحن بعدين عنا لجنة مختصة بتدرس الملف تبع كل المصممين وبتنقي أهم 20 مصمم كل موسم. طيب، هل من لو دخل في لربما مجال المشاركة من المنطقة أستاذ رمزي غير العرب، هل أيضا تقبلون بذلك؟ حاليا لا، يعني في هويات مش بس عربية، بس لازم يكون مؤسسين، يعني شغلهم مؤسس بدولة عربية، يعني شركتهم تكون مؤسسة بدولة عربية. وعم نحاول نكون عم نحافظ، لأنه يعني المصممين الأجانب عندهم إن كان ميلان فاشن ويك أو إن كان عندهم باريس فاشن ويك أو نيويورك فاشن ويك، فعندهم منصات بتمثلهم، بس العرب حاليا ما عندهم أي منصة، فعم نحاول نكون قد ما فينا نخليها بمطاق نطاق عربي. ولماذا في دبي أستاذ رمزي؟ دبي حاليا هي من أهم الدول مش بس العربية بس العالمية. كل شيء بيصير بدبي العالم كلها بتطلع عليه وعم تتابعه، ودبي عندها كمان البنية التحتية لتقدر تستضيف هالنوع من الحدث بهالوسع وبهالكبر. طيب أستاذ رمزي، تتحدث عن أحداث، وأعتقد بأن لديكم حدثان مرتان في السنة، أعتقد إن كنت مخطئ أم لا، حدثنا عن ماذا يحدث، من هم أبرز المصممين المشاركين في هذا الحدث وما المتوقع منه؟ نعم، الحدث بيصير مرتين بالسنة، كل أبريل وكل أكتوبر. بأكتوبر بيكون من ضمن مهرجان العيد بدبي، والسبب هو انه نحن مع تنسيق وعندنا دعم حكومة دبي، ان كان فعالية دبي توريزم او دبي ديزاين ديستريكت، فبصير باكتوبر بضمن العيد، وهو اهم الاحداث اللي بتصير من ضمن العيد.
والجديد هالسنة هو دايما المضمون اللي بينجو المصمم. عنا 20 مصممين موهوبين من كل أنحاء الدول العربية، إن كان من لبنان أو من سوريا أو من مصر أو من المغرب أو من الجزائر أو من السعودية أو من قطر. وكمان في عنا كتير مصممين عرب مشاركين هالسنة، كانوا ربيانين وخلقانين بدول أجنبية، إن كان من لندن أو من أمريكا، اللي سمعوا بهالحدث وقرروا إنه يرجعوا على دبي لحتى يقدموا مواهبهم. وفي طبعا عندنا مشاركة لعادة أزياء العالمية من أصل إيراني، ياسمين لبون، اللي بتجي لأول مرة على هذا الحدث وبتحكي عن قصتها كأول توب موديل من أصل عربي بتوصل لهالنجومية. وفي عندنا طبعا مشاركة الجامعات اللي نحن مع تنسيق معها العالمية، اللي هي لندن كوليدج اوف فاشن، دوموس اكاديمي، بارسنز، واف اي تي، اللي بتنسيق معهم دائما بنختار الاحاديث والمحاضرات اللي بتصير جزء من الشيء اللي بنسميه دي 3 فاشن توك، اللي هو جزء من فاشن فورورد، القسم التعليمي لفاشن فورورد اذا بدك. استاذ رمزي، تحدثت عن الكثير من مصممين الازياء وقلت بان هناك مواهب كثيره، يعني من اتيحت له الفرصه لكي يشارك في فاشن فورورد دبي، ما الذي يعطيه هذه المشاركه؟ ما الذي تعطيه؟ اول شيء بتسلط الضوء على هيدا الموهبه. يعني قبل اللي كنا عم نلاحظه انه هول المواهب عم تكون مخبيه، يعني ان كان ببيته او بمحله الصغير بدولته الصغيره او بمنطقته الصغيره. ف يعني اول شيء هي بتظهره، عم بيكون عندنا مشاركه من اكثر من 300، او هالسنه هالفصل بتهيألي في عندنا 500 إعلامي نقل وحكي هالموسم. فطبعا يعني هذا الموهبة اللي مخبيه عم تبرز وعم تظهر على مسرح عالمي، موجه الأنظار عليه من كل الدول العربية ومن كل أنحاء العالم. يعني عم بيجينا اهتمام من دول غربية مثل نيويورك، مثل باريس، وعم بيصير في تنسيق أكثر وأكثر معهم. وكمان هالسنة شاركنا استراتيجيا مع WGSN وفاشن جي بي اس وناو فاشن، اللي هن من أهم البورتلز عالمية. كل شيء عم بيصير بهالثلاث أيام رح ينقلوه على البورتلز تبعيتهم، وكمان من خلال جاتي ايمجز اللي كل أنحاء العالم عم تقدر تشوفه وتتابعه. طيب فهيدا هو اهم شيء. طيب رمزي، حتى يكتسب فاشن فورورد لربما صبغه عالميه اكثر، هل سيقتصر الموضوع على مسارح العرض فقط والكات ووكس، ام يعني تعتقد بانه يجب ان يكون هناك جلسات حواريه متعلقه بالازياء اكثر في المنطقه رمزي؟ طبعا، واهم شيء هو مشاركه المصممين العرب العالميه، يعني ان كان مثل الي صعب ومثل ريم عكرة ومثل ربيع كيروز، اللي هن مصممين عالميين بس كمان من هويه عربيه. اول فصل لحديت هلا صار في تم ودعم من ريم عكرة ومن ربيع كيروز، ويمكن من خلال هالبرنامج بمد الدعوة للمصمم العالمي العربي اللي صعب. فبتهيألي إنه في عنا كتير أمثال مهمة من المنطقة فينا نبرزها، وبعدين طبعا ليش لأ، فينا نكون مشاركين ومع تنسيق مع غير دول عالمية، بس الأول شيء لازم نكون التركيز على الشرق الأوسط. ماذا عن تثقيف المصمم أستاذ رمزي؟ هيدا كتير مهم، لأنه يعني صناعة الأزياء هي صناعة كتير مهمة وبتأدي كتير لفرص عمل ولمشاركة صناعيين وحرفيين وتجار. والأساس هو العلم والجامعة اللي هن ما كتير موجودين، يعني إن كان بباريس أو إن كان بأمريكا أهم الجامعات بهالمجال موجودين. فنحن هلأ بالدول العربية بعد ما نوجده، فعم نحاول من خلال فاشن فورورد ومن مشاركة هول الجامعات إنه نقدر نجيب أهم المختصين بهذا المجال يجوا على دبي بهالثلاث أيام ويعطوا محاضرات بتهم وبتساعد المصمم الناشئ.
هل هذا يكفي 3 أيام أستاذ رمزي؟ عفوا؟ 3 أيام تقول 3 أيام فقط، يعني أقول هل 3 أيام فقط كافية لإبراز كل المواهب التي متواجدة ربما في الغرب وكي تأتي لهنا وتشارك الجميع؟ كافي لهلا لانه عم نركز على المضمون مش على الكميه، فنحن بدنا نبرز صوره معينه، وبحس كمضمون 3 أيام لهلا كثير منيح، طبعا سنه عن سنه ولما تتطور هيدي الصناعه وهيدي التجاره بنتامل انه نزيد ايام اكثر. شكرا جزيلا لك مدير العمليات لفاشن فورورد دبي رمزي نكت. شكرا.